من أثينا معي فيصل السيف الخبير في التكنولوجيا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تك بيلز للإنتاج. مساء الخير، أهلا بك معنا. كيف يعني الكثير اليوم طبعا ينتظرون تفصيلا أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع طبعا، وكيف يعتمد على قدرة ذهنية؟ ربما للكثيرين هذا سيكون مستغربا. جميل جدا، يمكن يكون الامر مستغرب بالذات انه على طول احنا بنربط بين رياضات الكترونيه وكره القدم، هذا الشيء الطبيعي اللي يسويه الشخص، ولكن المفروض ان نربط نفس الرياضات الالكترونيه ونقدر نقول الالعاب الالكترونيه برياضه اقرب لها معترف فيها عالميا اللي هي الشطرنج. فالشطرنج حاليا هي رياضه عالميه معتمده تسابق بالاولمبياد في كثير من المحافل العالميه. الشطرنج لا تتطلب الحركة الفيزيائية للجسم أبدا، تتطلب العقل والتحدي طبعاً العقلي بين اللاعبين اللي يخلي وهي صعبة، نفس الرياضة صعبة جدا. طيب اعذرني على المقاطعة، من هنا سيد فيصل، عن أي ألعاب إلكترونية نتحدث؟ يعني الشطرنج طبعا واضح بأنه صعبة، وليست حتى لو لا تحتاج، لو كانت لا تحتاج للجهد الجسدي، ولكن عن أي ألعاب إلكترونية نتحدث هي تعبر فعلا وبحاجة لمجهود، تتطلب مجهود ذهني؟ نقدر لو على طول نبدأ من نفس الألعاب اللي حاليا عالميا تقام عليها ألعاب وتحديات. فمثلا مثل بعض ألعاب الكورة زي الفيفا، الفيفا لها بطل عالمي، والبطل المملكة الأخ عبد العزيز حصل على البطولة أكثر من مرة عالميا، ونتكلم على دول تتنافس عليها زي لعبة الفيفا للكورة. ايضا في لعبه الالعاب اللي هي الار بي جي، الفيرست بيرسون شوترز، الالعاب اللي انت مثلا ماسك سلاح وقاعد تروح وتخطط مع فريقك لاحتلال الفريق الثاني، العاب تعتبر استراتيجيه. فهي الفئات نفسها، فئات الرياضه اللي هي الكوره، فئات الاستراتيجيه، بالاضافه الى فئات القتال زي مثلا ستريت فايتر وبعض الالعاب هذه. الحين كل هذه الثلاثه وفي غيرها طبعا، الثلاثة هذول يمكن أهم اللي نقدر نقول المملكة أصلاً لاعبيها يشاركون فيها عالمياً ويأخذوا مراحل متقدمة عالمياً، والمنافسة عالمياً متقبلة ومتداولة وقاعدة تمشي الأمور زي العسل. فإحنا الحين نوعاً ما تم التبني والاعتماد الرسمي، فخطوة جداً جميلة جديدة جداً. ما الذي أدى وأسس لهذه الخطوة فيصل؟ اتوقع الطلب اللي موجود من قبل اللاعبين، اللاعبين هم اللي يقدروا يحطوا بصمتهم على اي قرار يقدر يطلع، بحكم انه اصلا حاليا تقام الكثير من الفعاليات في المملكه العربيه السعوديه. فمثلا لو تكلمنا على يوم اللاعبين دوبه مخلص، يعني صار له تقريبا قبل امس كان اخر يوم ليوم اللاعبين، معرض كبير تجي منه شركات عالميه، شركات من اليابان، من امريكا، تاتي هذه الشركات للمشاركه في معرض مخصص للاعبين باظهار اخر الالعاب الالكترونيه اللي موجوده لنفس الناس. فايضا خلال هذه المعارض تقام بطولات، البطولات يكون فيها تحديات ويكون فيها جوائز جدا ضخمه ومبالغ كبيره. فمن مبدا التوجيه والتقنين وايضا الارشاد يمكن انه تم الاعتماد في المملكه العربيه السعوديه على اساس انه كمان نقدر نشارك عالميا ونتنافس عالميا بالقدرات اللي موجوده عندنا من الشباب. الى اي مدى هذا بحد ذاته سيقوم بتنميه ذكاء الشباب اكثر؟ ممتع، هذه نقطة جدا حساسة، وأنا كمان نفسي في الجدل في راسي قاعد يمشي إنه هل بالفعل هذه الألعاب حيكون عليها نقدر نقول نشاط ذهني، حركة، هل يقدر الواحد يتحسن؟ المبدأ 360 درجة، فأنت تتكلم على لازم يكون عندك مش تفرغ للألعاب، لازم يكون عندك منظومة متكاملة من إنه مثلا تعليمك، دراستك، أشيائك الأساسية، وأيضا يكون موجود عندك تكتيكات الألعاب والخطط والدراسة والأشياء دي كلها في منظومة الألعاب. ولكن هذا لا يعني إنه حاليا في زمننا هذا، وضعنا هذا في المجتمع العربي، نقدر نقول إن الألعاب هي توجه فردي يقدر الواحد يستقل ويتفرغ في حياته لأنه مجرد يقعد ويلعب الألعاب. وهنا نوضح ايضا شيء ارتبط بالاعلام، الاعلام دائما يصور لنا اللاعبين بانهم اشخاص قاعدين على الكنبات سمنه مفرطه، قاعدين دائما حاطين هالاكل وقاعدين يلعبوا بس. المفروض انه اللاعب ايضا يغير هذه الصوره النمطيه، لانه انت مجهودك الذهني اللي انت قاعد تسويه يتطلب انه انت جسمانيا وعقلانيا تكون واعي وصحي. فاذا هذا ايضا مهمه موجوده على كثير من اللاعبين. لو نشوف المباريات العالميه اللي تصير في مجال الالعاب الالكترونيه، كثير من الابطال اللي يكونوا موجودين صحتهم ممتازه، اجسامهم جدا ممتازه، ولياقتهم الجسمانيه تنعكس ايجابيا على قدرات لاعبهم. شكرا، لا يمل من حديثك صراحه، شكرا. من اثينا فيصل السيف، خبير في التكنولوجيا المؤسس والمدير التنفيذي لشركه تك بيلز للانتاج.